السلام عليكم مشاهدينا المستمعين في كل زمان وفي كل مكان. بنحاول نعمل برنامج على كوتلين يكون فيه فانكشن معين. فزي ما احنا عارفين كوتلين تمام شبه الجافا تقريبا يعني. فعندنا هنا import java.util.scanner وده برنامج بسيط جدا، بس انا عايز البرنامج ده يشتغل في فانكشن تمام. فالنهارده هناخد في الفيديو ده ازاي اعمل فانكشن بواسطه كوتلين تمام. فلو بتحاول تتعلم ازاي تكتب فانكشن في جافا الفيديو ده مش ليك. طيب فاكيد انت عارف كده. فتعال نشوف البرنامج ده بيشتغل ازاي. دلوقتي انا شغال بانتليجي اي دي اي، وده اسهل بكتير من اي اي دي ايز تانية يعني، بالاضافه الى انه ظريف جدا. فالبرنامج بيسالني انتر الماس فهو قايل 30 60 90 وبيقول لي السنتريبتال فورس اللي شغاله. طيب اللي انا عايز اعمله عايز اخلي البرنامج ده موجود في فانكشن ثانيه. طيب اعمل ايه؟ اول حاجه هسيب المين فانكشن زي ما هي لان انا بحتاجها عشان اشغل اي فانكشن ثانيه. فانا هطلع واكتب فان تمام. بعد كده هكتب البارامترز اللي فأنا عندي ماس وفيلوسيتي وراديوس، فبقوم ببساطة شديدة كاتب ماس ولازم أقول له نوعه فهيكون دبل فيلوسيتي يكون دبل راديوس هيكون دبل. ده يعني محتاج إن أنا أراعي السبيلنج بتاعي. تمام كده حلو. طيب فهو هنا بيقول لي error function declaration must have a name، فأكيد أسميها مثلا مش عارف send force centripetal force. طيب ودي حاجة يعني أساسية وضرورية. فعشان أتأكد إن الفانكشن بتاعتنا بتشتغل كويس، فأنا هقوم ببساطة شديدة واخد كل الكود ده كله واقوم حاطه جوه الفانكشن بتاعتي وربنا يستر. بعد كده هعمل حاجه اسمها فانكشن كول، وان انا بنادي على الفانكشن بتاعتي جوه المين فانكشن وبدخل له مثلا 12 13 14 تمام. وهنا بيقول لي مشكله ان انا كنت متوقع دبل وانت دخلت لي انتجر، فالكوتلين ما بيعملش implicit coercion، فلو هو البارامتر عايز حاجه بالله عليك اديها. طيب فاللي انا عايز اعمله هنا ان انا بمنتهى البساطه اي حته فيها A1 يعني الجزء ده كله محتاج ان انا هجيبه واحطه في المين فانكشن بتاعي. ليه؟ هفهم دلوقتي. وبعد كده هعمل الحسبة الريزلت جوه الفانكشن بتاعتي، والفانكشن دي ما بترجعش حاجه تمام، فهي بتبرنت بس. وده يعني تفصيله مهمه جدا في الفانكشن بتاعتي. فلو الفانكشن بتاعتي ما بتعملش حاجه غير انها بتكول فانكشن والفانكشن بتروح تتنفذ، انا ما عنديش مشكله يعني. انت لو جربت الفانكشن دي تمام تمام هتشتغل معايا، بس مش هيكون ليها علاقه بالحاجات ان المستخدم بيدخلها. فمهم جدا 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 ان انا كمستخدم محترم اقوم مدخل ماس بي وار تمام. فاللي هيحصل ان انا اول حاجه هنفذها المين فانكشن هيعمل سكانر اوبجكت، دي اكيد حاجه تعرفها من الجافا. هياخد ماس هياخد velocity و r هيقوم رايح باعتها للفانكشن. الفانكشن بقدرها المستطاع هتعمل حسبه وهتطبع لي حسبه دي. طيب تعالوا بينا ننفذ. اوكي لا ايه المشكله؟ اللي هو مش عارف مين الماس والفي والار اللي هنا. الراجل ما عرفهمش من حقه
فراهم قايل له ماس velocity times velocity divided by radius. طيب هو هنا بيقول لي عشان انا مسميها اي هنا الله على السبيلنج. طيب كده المفروض يبقى ما عنديش مشكله وانا كاتبها هنا سبيلنج برضو ممتاز. الله الله، تعالى بينا نشغل هذه الفانكشن ونشوف انا اوصل ليه. فبروح هنا برن الفانكشن بيقول لي ادخل الماس 10 10 10 بالفعل بيحسبها ان 10 في 100 ب 1000 divided by 10 بالفعل بيكون ب 100 نيوتن. تمام، دلوقتي انا عايز بس اعمل فانكشن مختلفه. تمام، انا هقوم جايب هذا الخط وعايز اطبعه، بس مش عايز اطبعه في الفانكشن بتاعتي، عايز اطبعه في المين فانكشن بتاعتي هنا. تمام، فانا هقوم اعمل print send force mass v و r. تمام، وده اللي انا عايز اعمله. وبنفس الوقت الاحظ ان انا لو شغلت هذه الفانكشن مش هلاقي حاجه لان انا مش بستخدم ريتير. فانا بنادي على الفانكشن، لحظه واحده لحظه واحده، اوكي انتر ماس 10 20 30. تمام، هيقول لي كوتلين دوت يونت. ده اللي بيحصل لان انت بتحاول تبرنت الفانكشن والفانكشن ما بترجعلكش حاجه، فانت محتاج ان انت تكتب هنا الريزلت دي انت عايز تشوفها. هقوم عامل حاجه اسمها ريتيرن الايه الريزلت. فطبعا لازم يعمل لي ريد لاين. تمام، لان هيقول لي مين ده الريزلت، فلازم هنا هتقول له ان هو بيرجع ادبل فانكشن. تمام، طيب تعالى بينا نجرب. سوري نشيل ده، نجرب نشتغل بالشكل ده 10 20 30. تمام، فبالفعل طلع لي الرقم، بس انا مش عايزه يطلع لي رقم يعني قوي قد ما انا عايزه يطلع لي رساله. فانا بمنتهى البساطه هقول له طلع لي string، وبدل ما تكتب لي result بس انا عايزك تكتب لي حاجات طول اكتر من كده. فانا هعمل رساله وهكتب مثلا the result of Newtonian force اي كلام. فبقوم عامل ايه؟ بقوم عامل curly brace بالشكل، بقوم كاتب ال variable اللي انا عايزه يدخل في السنتنس وبهذا الشكل انتر ماس 10 20 30 the result is a. اوكي طيب، هو الظاهر هو انا عملت غلط، وهو ان انا نسيت احط علامه الدولار ساين. تمام، لما نشغل ده فهو هيعرف هيعمل ايه. 10 20 يعني 60. فبالفعل شال كلمه result اللي موجوده هنا ما بين الاقواس دي وعرف يحط قيمتها. تمام، بس انا مش عايزه يقول لي كده، انا عايزه يقول لي نيوتنز عشان البرنامج يكون ساينتفك قوي. فبالفعل هتلاقيه حط لك نيوتنز في الاخر. تمام، دي الطريقه اللي انا بعمل بيها فانكشن. طب وهل يا محمد الفانكشن دي لازم تمشي بهذا الشكل؟ لا طبعا، انا عايز اعمل فانكشن ادخل لها اسم. تمام، تقول لي ازيك يا محمد، فيري بيسك جود مورنينج فانكشن. تمام، فهقول له enter your name. تمام، اوكي، فبكتب variable جديد من خلال كلمة val، فبقوم كاتب val name، مش محتاج اقول نوع ال variable في الكوكتن يعني. فاقوم قايل equal a1.nextline، واقوم طابع سنت فورس اللي هي لسه باسمها القديم، وده حاجه لا تستحسن يعني خالص ان انت تعمل. طبعا هيقول لك ايرور،
لان انا متوقع فاريبل واحد بس، فانا هقوم كاتب نيم بكابيتال ان، دي هتكون string. مهم جدا هنا بقى لازم تقول تمام، فهعمل return hello and good morning dollar sign name. هقول لي مين نيم ده؟ مش ده اللي انا بدخله له نيم؟ لا، هو ما عرفش وعنده سكوب معين بيعرف الفاريبلز من خلاله، فهو مش هيعرف، فلازم اقول له كابيتال of name. تمام، تعالوا بينا نشوف البرنامج ده هيشتغل. طيب الحمد لله البرنامج مشتغلش. ليه؟ لانه رجع حاجه وحطها هنا بس ما فيش حاجه تطبع، فبيكون قدامي حل من اتنين، ان انا بجيب فاريبل بهذا الشكل وبعد كده هطبع هذا الفاريبل تمام، عشان اشوف بقى الفانكشن دي طلعت لي ايه. تمام، هلو اند جود مورنينج احمد، شكرا جدا لكم.